رأيك في كروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني المصري، ويعني تدي له كم من 10 كده في حكمك عليه، بناء على نتائج وأداء فني، وده الأهم. أداء فني، مدرب محترم جدا، مدرب متميز. والأول برضو بشيد برضو بكابتن حسام البدري، اشتغل في ظروف صعبة برضو، وكانت الأمور صعبة وكان في إجهاد وبتاع، يعني ربنا يوفقه في اللي جاي إن شاء الله. لكن مستر كروش اسم كبير، شخصية، وليك ان انت تشوف خد قرارات. اعتقد لو مدرب مصري كان يعني هيتعلق له المشانق زي ما بيقولوا وبتاع، لكن هو الراجل بيشتغل بيحلل، الراجل معاه الاستاف بتاعه، ذكي، مدرب كبير مقنع للعيبه، عنده شخصيه، راجل بالتاريخ كده، وصل 4 مرات لكاس العالم، متمرس. الفترة كانت صعبة اللي فاتت، لكن هو كان عنده وقت شوية، لعب مباراة ودية. اختياراته بتقول ان هو ذكي، وبيعتمد على مش مزاجي، بيعتمد على تحليل وعلى شغل في اختياراته اللعيبة واختياراته لطرق اللعب واختلافها. فأعتقد لأ، أنا بالنسبة لي مدرب متميز جدا، يعني يقدر يعمل مع منتخب مصر حاجة كبيرة يعني إن شاء الله. بمعنى صح، هو عارف هو عايز إيه، يعني اختياراته الأخيرة بناء على خطة لعب معينة، فكر تدريبي معين. فبالتالي شفنا قائمة زي ما حضرتك وضحت، مش عايزين نتكلم عن المستبعدين ولكن نتكلم على المتواجدين. كنت شايف حضرتك الفكر بتاع كروش واضح منذ البداية، منذ إعلان القائمة؟ طبعا واضح، هو الراجل بيقول وبيتكلم، اكيد كل اللعيبه اللي في مصر كلهم عندهم فرص ان هم متواجدين. ان شاء الله الفتره الجايه لما يبقى فيه وقت اكتر وهو يشوف مباريات في الدوري بشكل اكتر، لكن هو اختار لعيبه هو عارفهم. ولعيبه مهمه قوي، اللعيبه اللي تنفذ اللي انت عايزه. كل مدرب عنده قناعات وعنده افكار، وده طبيعي. فهو مستر كروش عنده قناعات، وراجل زي بتكلم كده مقنع، راجل اشتغل مع يعني احسن لعيبه في العالم في ريال مدريد. اعتقد ان هو هادي كمان، هدوءه واصل للعيبه. انت بتشوف الماتش اللي فات، تعال اتكلم في ارقام كده، شوف منتخب مصر عمل كام نقله، ما بيفضوش الكرة ازاي، مفيش عصبية في الأداء، الدنيا هادية وبالراحة رغم تأخر الجوال، لكن 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 اللعيبة عندها ثقة إن هي تقدر تكسب في أي وقت. فهو عارف ازاي يعني يتعامل مع اللعيبة، اللعيبة مطمنة، واللعيبة في الملعب بتعمل أحسن حاجة. شايف حضرتك مع انطلاقة الدوري العام الممتاز، إيه المراكز اللي كروش هيواضح إن هو هيركز عليها بشكل كبير قوي؟ اعتقد ان كروش عنده اللعيبه اللي هو يعني هيبقى في اضيق الحدود. هو 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 ما شاء الله في كل الاماكن، هو مقتنع باللعيبه اللي موجوده دي. عشان لعيب يجي يخش بعد كده كلعيب اساسي مكان المجموعه دي الفتره اللي جايه، اعتقد ان هيبقى صعب. لكن هو ممكن هيدور على بدائل، هيدور على ناس تبقى متواجدة للظروف اللي ممكن تحصل. لكن اللي بيلعبوا دول أعتقد أنه الفترة اللي جاية بالتحديد هيقعدوا يلعبوا معايا، يعني ده يعني صعب الإضافات إلا مثلا في صابة لاعب أو حاجة كده. لا، الإضافات أنا ما أعتقدش، هو ده قوام المنتخب اللي هيبقى موجود الفترة اللي جاية، والراجل ده هيشتغل بقى، هيشتغل كل ما يبقى عنده وقت هيشتغل شغله، وهيحفظ أكتر ويطور أكتر، لانه لسه برضو منصر وقت مهم جدا جدا بالنسبه للمدربين اللي بتشتغل، اللي عندهم نظام بيشتغلوا بيه. وهو الراجل واضح ان عنده نظام كبير يعني. فاعتقد ان هو حتى كان في كلام كتير جدا بعد الماتش الاول، ان الماتش الثاني يبقى فيه تغييرات في اللعيبه، صح؟ اجتهادات كتيره من الناس كلها. لكن هو نفس اللعيبه، لكن شويه غير في طريقه اللعب، السيستم والنظام وبتاع وكده. اعتقد هو ده اللي هيبقى موجود الفترة الجاية، حافظ على لعيبته اللي هو مقتنع بيهم واللي هو عارف ان هما بيعملوا له احسن حاجة.